قد يكون مبدأ عمل الطاقة الشمسية الكهروضوئية بسيطا جدا، ولربما هذا هو سبب الإقبال الكبير للعمل في هذا القطاع. فقد أعلنت منظمة أيرينا أنه في عام 2018 كان هنالك أكثر من 3.5 ملايين العامل في قطاع الطاقة الشمسية حول العالم. ولكن بساطة مبدأ العمل هذه لم تؤدي إلى بساطة عملية المبيعات وتطوير الأعمال Business Development في هذا القطاع، بل على العكس تماما. فلو قارنا عملية مبيعات الطاقة الشمسية بمبيعات السيارات مثلا، فإن الشخص الذي يقوم بمبيعات السيارات لا يقوم بإقناع الزبون بأهمية السيارات أو مبدأ عمل السيارات أو كيفية قيادة السيارات، وإنما الزبون يكون لديه شهادة قيادة للسيارات قبل عملية الشراء، ويكون لديه فهم كاف عن أهمية السيارة بالنسبة لحياته الشخصية أو لحياته المهنية. أما في قطاع الطاقة الشمسية، فإن الزبون عادة ليس على قناعة تامة بأهمية الأنظمة الكهروضوئية بالنسبة له، وليس لديه ثقة بهذه التقنية ولا معرفة كافية بمبدأ عملها. وبالتالي فإن عملية الإقناع هذه، عملية المبيعات هذه ليست بسيطة، ولهذا قمنا بتحضير هذا البرنامج التدريبي. اسمي منيف بركات، أنا مهندس وماجستير إدارة أعمال من ESMT الألمانية، حائز على شهادات في القيادة من HEC باريس الفرنسية، وشهادات في الموارد الطبيعية من ييل بزنس سكول الأمريكية. سوف أقوم في هذا البرنامج التدريبي بمرافقتكم وجمع الخبرة التي جمعتها خلال العمل في شركات متعددة، شركات أمريكية وبريطانية وألمانية، من أجل مساعدتكم على تكوين فهم واضح لقطاعات سوق الطاقة الشمسية ومعرفة طريقة استهداف كل منها من خلال مجموعة من الحلول والمبادئ والأدوات. إن هذا التدريب هو يستهدف 3 فئات أساسية. الفئة الأولى هي فئة مهندسي الكهرباء والميكانيك ومهندسي الطاقة والطاقة المتجددة، والذين يرغبون في العمل في مجال الطاقة الشمسية الكهروضوئية في مجال المبيعات، وليس في مجال التقني مثلا مثل التصميم وما إلى هنالك. أما الفئة الثانية فهي فئة المحترفي الطاقة الشمسية الكهروضوئية، والذين عملوا في مثلا في التصميم أو في الإشراف على التنفيذ في المواقع لفترات طويلة، 5 سنوات أو حتى 10 سنوات، وليس لديهم فقط هذه المعرفة الكافية وبحاجة إلى الدفعة من الانتقال إلى عملية تطوير الأعمال والمبيعات للمقدرة على التحدث مع الزبائن وإقناعهم لشراء هذا النوع من الأنظمة. أما الفئة الثالثة المستهدفة هنا فهي فئة رواد الأعمال، والذين يرغبون بإنشاء شركات طاقة، ولكن قبل القيام بذلك يودون معرفة أهم قطاعاتها، أهم الأطر التجارية الناظمة لها، من أجل اختيار بداية صحيحة وموفقة لشركاتهم. وللقيام بهذه العملية فقد قمنا بتقسيم هذا البرنامج التدريبي على 11 قسما. في الأقسام الأولى سوف نقوم بتثبيت معرفتكم وتجريب معلوماتكم عن قطاع الطاقة بشكل عام، الطاقة المتجددة، الطاقة الشمسية الكهروضوئية، أهم مكوناتها ومبدأ عملها وأهم تصاميمها. أما في الأقسام التالية فسوف نقوم بالتعرف على القطاعات السوق بالنسبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، ومثل ما سوف نتحدث عن الأطر التجارية الناظمة لها مثل نت ميترينج، فيدن تاريف، بي بي ايز، كوربوريت بي بي ايز وما إلى هنالك، وتوضيح كل هذه المصطلحات والفرق ما بين هذه الأطر التجارية الناظمة. أما في القسم الثالث فسوف نقوم بالتعرف على دورة حياة سولارابيك لمبيعات الطاقة الشمسية. كما ترون بجانبي هنالك 5 خطوات أساسية. الخطوة الأولى تكمن في إيجاد الزبون، الثانية في تحليل الطلب بالنسبة للزبون، الخطوة الثالثة في تحليل وحساب التكاليف بالنسبة للنظام، الرابعة هي خطوة تحليل اقتصادي من أجل حساب ربحية هذه الأنظمة الكهروضوئية بالنسبة للزبائن، ومن حيث نكون جاهزين بعد ذلك للقيام بالخطوة الخامسة ألا وهي خطوة البيع، وذلك باستخدام كل المعلومات التي كنا قد جمعناها في الخطوات السابقة. بعد هذا القسم سوف ننتقل إلى التعرف على أهم التقنيات المستقبلية في قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية في 10 أعوام القادمة،
قبل أن تقوموا بتحضير مشاريعكم النهائية من أجل حصول تقديم على الامتحان والحصول على شهادة هذا البرنامج التدريبي. أنا متحمس جدا لهذا البرنامج التدريبي، أمل أن تكونوا متحمسين أيضا. أراكم في الفيديو القادم.